أنا محمود محمد طه من مواليد 1911، يكون عمري الآن 65 سنة. ولدت برفاعة قرية الدين، تحسب من الرفاعة لأنها قريبة منها. ووالدي محمد طه مالك من قبيلة الركابية، وكان رجل بدايل التجارة في حدود بيجة في القرية، قرية الهجيلي قريبة من الرفاعة، والزراعة. وتعليمي بدأ سنة 24 بكتاب رفاعة، واتصل للمدرسة الوسطى، هذه تسمى زمان مقابلة الثانوية العامة في الوقت الحاضر، ثم كلية غردون، وكانت دي في الوقت الماضي آخر المراحل، هي مرحلة ثانوية لكن بتختلف عن الثانويات العليا في الوقت الحاضر بسن الطلبة اللي بيدخلوها ومستويات التعليم اللي بياخدوها. اتخرجت سنة 36 من كلية غردون قسم الهندسة، عملت 6 سنين في هندسة السكة حديد في عبرة وبعض المناطق من مناطق مصحة السكة الحديد. استقلت سنة 41 وعملت بالعمل الحر من وقتها. مشاركتي في الحركة الوطنية ما كانت مؤثرة بدور ظاهر، لأنها كانت بتتخذ جانب الفكر أكثر من جانب التنظيم، والأحزاب اللي كانت بيكون عندها فرصة المشاركة هي الأحزاب اللي كانت بتعنى بالتنظيم والسند الشعبي.